ابني عمره 16 سنة، كما شو كاتروا عليه، ضربوا 3 غرزات في قلبه، صفي دمه، رأسه بيقضوا مال، ماله علاقة. كان معدي باسم هو وبن خالته، شاف قتالة كبيرة، عدى وقف هيك يشوف ايش في ما في، قام شاف اخوه وبن خاله عم ياكلوا قتل، واقف ماله علاقة ولا بالمشكلة ولا لون علاقة بشي، بس عم سبوهم التراك، بقولوا لهم انتوا سورية، ليش انتوا هون، انتوا وسخين، لا جيتوا على بلدنا، هي بلدنا، انقلعوا منا. مسكوا سكينة تكاتروا عليهم، بدي يقالوا 20 شخص تكاتروا عليهم، كما شون كلهم قتلون، ابني عمره 16 سنة. عندي أخي أعطاني الخبزات وأجرته وراح، حمل حاله وراح، بعد 10 دقايق قالوا لي بالمستشفى، رحت قلبه واقف، حاولوا الدكاترة كهرباء، أعطوه كهرباء كتير ما صار، دمه صفي، دمه كله طلع من جسمه، ما في فايدة، يا رب يا رب.